عشان نبتدي من اللحظة دي، برحب بحضراتكم وشكرا لوجودكم ويانا في الـ e-learning club. طبعا دكتور محمد جمعة غني عن التعريف، هو عامل سلسلة محاضرات ويانا مع الـ e-learning club، عشان يعني في مرحلة كانت صعبة، كانت غير متواجد حد بيساعد. هو أول من تبرع وقال أنا موجود، وعملنا سلسلة من المحاضرات، وبشكر حضرتك تاني وتالت ورابع ومليون ألف شكر لحضرتك. النهارده من سلسله ورش العمل اللي احنا ورشه العمل التعلم الالكتروني، دكتور محمد جمعه بيشرفنا بالمحاضره رقم 3 اللي هي اداره وتصحيح الامتحانات على منصه جوجل كلاس روم. وبسيب لحضرتك الكلام، اتفضل يا دكتور. I will stop sharing my screen. اوكي يا دكتور. اوكي يا دكتور نيفين، مرحبا جدا على الانترودكشن واشكركم على الفرصه. طيب يعني يمكن الاول اهني دكتوره نيفين على اللوجو الجديد وانا حطيته وقلت ابتدي بيه النهارده، فمبروك وان شاء الله من تقدم لتقدم. زي ما قالت الدكتوره نيفين، احنا هنبدا دلوقتي مع اداره وتصحيح الامتحانات. يمكن في المقابلات اللي فاتت خلال الاسبوعين واللي فاتوا كمان، مش لازم انسى زمايلي اللي كانوا شاركوا بمساهمات مهمه زي دكتور أستاذة شيرين وناس كتير جدا في مسألة إعداد الامتحانات وصياغة الأسئلة على منصة جوجل كلاس. طيب بعد ما انتهينا، الشكر موصول لحضراتكم كلها. احنا وصلنا بالظبط الحمد لله بفضل ربنا 11 سيشنز لي زائد الثلاثة بتوع حضرتك، بقينا الحمد لله 14 سيشن من يوم 25 مارس. فشكرا لحضراتكم وشكر موصول لحضراتكم كلكم أساتذتي. اتفضل. أهلا وسهلا بحضرتك. فالنهاردة بقى جاء وقت موضوع الإدارة، لأن يمكن الأيام اللي جاية دي هتشهد احتياج شديد لمسألة إدارة الامتحانات وإدارة الدرجات كمان وتصحيحها على منصة جوجل كلاس روم. خلينا نقول ان اداره الاختبارات واداره الامتحانات وبالذات تصحيح والتعامل مع الدرجات حاجه مش سهله ومحتاجه شويه تعلم. وخليني هنا اخاطب حضراتكم من زاويتين. الزاويه الاولى احكي لكم قصه هتاخد دقيقه، اسمحوا لي. من 12 سنه انا جيت في يوم من الايام وقابلت وكيل الكليه وقلت له والله يا دكتور انا عايز ادخل منظومه جوجل كلاس روم تبقى هي منصة التدريس الرئيسية لاثنين من المقررات اللي موجودين في الكلية، واللي أنا كنت استحدثت المقررات دي. يعني كنا عملنا المقررات دي جديدة ما كانتش موجودة وعملناها. ففي الأول قعدوا يقولوا لي يعني إيه جوجل كلاس روم وده إيه نظامه، من غير دخول تفاصيل. قعدت حارب سنة حرب حقيقية لحد ما انتزعت انتزاعا قرار مجلس كلية بالموافقة على ده، و كمان خدت موافقه ان الامتحانات الدوريه والفصليه وكلها تتعمل على جوجل كلاس روم ما عدا امتحان النهائي. واللقطه خلصت هنا. بعديها بثلاث سنين تيجي للكليه زياره الاعتماد، وزياره الاعتماد دي لما تيجي تسال على اذا كان عندها مقررات الكترونيه ولا لا، فيصدف ان ما فيش الا المقررين بتوعي، فناخد الدرجات دي ونكون احد اسباب اعتماد الكليه ان عندنا مقررات الكترونيه. اللقطه الثانيه السنه دي بعد كوفيد 19 كرايسس، ان تيجي الناس كلها تلزم انها تتنقل الى منظومه التعلم الالكتروني. خلال ال 12 سنه دول في يمكن عدد قليل ما يتعدش غير على صابع الايد الواحده من زمايلي في الكليه والمحيط اللي حواليا هم اللي يعني مشيوا في السكه دي. دلوقتي بفضل الله يعني احنا عندنا اغلبيه الجامعه ابتدت تستخدم الجوجل كلاس روم. وهنا خليني اطرح لحضراتكم طرح جديد. هي مش مساله تعلم مرحلي، احنا مش بنتعلم حاجه عشان نقضي بيها مهمه ونقفلها والصفحه دي تتقفل خلاص. ولا ان احنا مثلا لو افترضنا ان الجامعه هتستخدم منصات مختلفه لاداره الامتحانات يبقى احنا نوقف او ان احنا لا، دي حاجه اعتبروها احنا كلنا بنستفيد منها بنتعلم من بعض. واللي مش هيفيد حضرتك في اللحظه اللي انت بتستخدمها فيها دلوقتي هتحتاجه بعدين، فممكن ما تلاقيهوش. فيعني دي مقدمه كنت حابب ابدا بيها
لان العلم ملوش محدش بيتعلم لهدف، التعلم في حد ذاته هو الهدف. فاحنا كلنا بنقضي وقت كويس بنتعلم من بعض، وده هو اللي احنا كلنا بندور عليه. طيب خلينا ننطلق النهارده من غير جزء نظري على مساله التنفيذ على منصه جوجل كلاس روم فورا. بالمناسبه حابب الفت برضو انتباه حضراتكم لحاجه، منصه جوجل كلاس روم هي احد منصات التعلم الالكتروني واداره الامتحان وليست الوحيده، لكن كل منصات التعلم وكل منصات الامتحانات بتشتغل بنفس المنهجيه بنفس الاسلوب بنفس التكنيكس، فاللي انت بتتعلمه هنا بتقدر تطبقه على اكتر من منصه. طيب يلا بينا. انا بنتهز برضو فرصه ان برحب دايما بان الدكتوره غاده موسى عميده كليه الاداب دايما بتدعمنا، والسادة الوكلاء الدكتور هاني خميس وكيل الدراسات العليا، دكتور حمدينو ودكتورة سحر، والأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة الإسكندرية. شكرا لك. العفو. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. لو افترضت إن أنا عندي عندي هنا مثلا ده كلاس من ضمن الكلاسز بتاعتي، احنا قعدنا نشتغل عشان بس نبقى محددين، احنا هنشاور النهارده على ثلاث حاجات: تصحيح الامتحانات على جوجل كلاس روم، نمره 2 اداره الدرجات بتاعه الاساينمنت، نمره 3 خلينا نسميها مجازا اعمال الكنترول النهائي بان كل ده يتحط في حته واحده ويبقى جاهز لانه يتبعت كدرجات للكنترول. فخلينا نحط الثلاثه دول قدامنا ونبتدي نشتغل عليهم واحده واحده. فنبدا بالنقطه الاولى اللي هي اداره الاساينمنتس او التكليفات على منصه جوجل ودرجات التكليفات على منصه جوجل. انا هنا عندي مثلا ده مقرر من المقررات، فرحت للكلاس ورك وبصيت كده لقيت عندي اختبار تجريبي ما هوش درجات، انا مش هيمته، ودي محاضرات خلاص انتهينا منها. دي بقى تقرير اعمال السنه، فلو بصيت كده هلاقي ان المقرر ده عنده 1 2 3 4 5 6 تقرير. فالتقرير دول والحاجات دي الاكتيفيتيز الطلبه بتعملها عشان تاخد درجات. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل. لو انا دوست على اي واحد منهم كده كليك، بيقول لي في كام طالب حل التقرير ده؟ في 170 واحد عمل تيرن ان، وفي 77 اسايند. اسايند يعني ايه؟ اسايند يعني اما ان هو شغال في التقرير يعني working on it دلوقتي، او ان هو ما عملوش خالص ما جاش يمته. فده مش كل ال 77 دول ما اشتغلوش، لا هو ممكن يكون اشتغل بس لسه ما داس على الزرار اللي اسمه turn in. طيب لو دوست انا على ال 170 دول كليك، مش هيفتح لي ال 170 بس، هيفتح لي كل الطلاب الاسايند على المقرر اللي في الحاله دي هيبقوا 247 طالب. ال 247 طالب هيتقسموا فئتين. اول ما ابص كده هلاقي الفئه الاولى اسمها تيرن ان وهيجيب لي الطلبه، وبعدين في الاخر خالص هلاقي الفئه الثانيه اللي هي الاساين. ولو وقت التقرير خلص زي الحاله اللي احنا فيها دي هيكتب لي قدام كل واحد منهم ميسنج 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 ميسنج، يعني هو ما قدمش التقرير بتاعه. لو طلعت بقى ابتدي ادوس على اسم اي طالب هيطلع اجابه الطالب قدامي هنا على الناحيه دي. لو الاساينمنت بتاعي زي ده دلوقتي ده عباره عن كويتشن، فهو سؤال والطالب بيجاوبه وخلاص، هبتدي اقرا الاجابه واحط للطالب هنا الدرجه. اول ما بحط الطالب الدرجه، الدرجه دي بتبقى خلينا نقول درافت. علشان تتسيب الدرجه دي محتاجه تنقل لخانه ثانيه. اول ما تنقل لخانه ثانيه بص حضرتك كتب ايه؟ سيفنج. سيفنج يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي بيسجل الدرجه دي على السيستم، ولسه برضو الدرجة دي مش نهائية، تقدر حضرتك تعدلها في أي وقت. بعد ما بحط الدرجات بتاعتي واحد ورا التاني، كل ما بتنقل على الخانة جديدة بيفتح لي الإجابة بتاعت الطالب الجديدة، يعني مش بتبقى هي نفس الإجابة، أو تتنقل كده واحدة ورا واحدة، وابتدي أنا أعلم الأسئلة وأحط الدرجات بتاعتي. طبعا لو في طالب حط حاجة أنت عايز تبعت له ما يسمى بالنوتس، ممكن ادي فتحت هنا ده اسمه برايفت كومنت، ممكن ابعته للطالب اقول له
محاولة جيدة، استمر. أنا بحاول أكتب له أي حاجة وبدوس على سند هنا، بتوصل للطالب اللي هو من ضمن الحاجات اللي أنا بحب أكتبها للطلبة ساعات. بص حضراتكم زي الحالة دي، الحالة دي الطالب ده نقل الإجابة من زمايله، يعني في طلبة نقلت الإجابة من زمايلها، هي نفس الإجابة، فممكن أرجع أنبهه أقول له ما تنقلش الإجابة، اكتب بنفسك، تعليمات بالشكل ده. كل حاجة أنا بكتبها هنا يا جماعة مش بتتمسح، هي بتتشال، بتتأرشف عني، وبتبقى في حاجة اسمها الكويك ريسبونسز. الكويك ريسبونسز دي أنا ممكن بعد كده أبقى أستخدمها بشكل آلي بدل ما أكتب كل مرة نفس الكلام وهكذا. طيب لو افترضت ان انا حطيت الدرجات للطلبه دي وانا خلصت كده تصحيح الاساينمنت ده ومحتاج يعني انهي العمليه، مفيش حاجه انت تعملها، مفيش زرار للسيف، مفيش اي حاجه من الشكل ده، كل اللي بتعمله انك انت ممكن ترجع وخلاص، تقول له يعني هو بيسالك حد سكور ده، اقول له لا كانسل لان كان في حاجه انا ما كنتش سيفتها. فمجرد ما بتنقل هو بي 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 خلاص بيسيف اوتوماتيكلي. طبعا اول ما بروح لاي اساينمنت تاني زي مثلا الاساينمنت اللي تحته بلاقي بقى الوضع يمكن مختلف. هنا ده اساينمنت كان بتاع الاسبوع اللي فات، فهو الجريدد 247. ليه جريدد؟ لان انا اوريدي دخلت كل الجريدز بتاعتي. طيب دلوقتي انا عايز اعمل حاجتين، انا عايز اصدر الدرجات بتاعت كل الاساينمنتس دي مره واحده الى الاكسل. هعمل ده ازاي؟ خلينا نشوف. اولا في خطوه هنا اسمها grades، او في خانه هنا اسمها grades فوق بعد الستريم والكلاس ورك والبيبل في grades. لو دوس على grades دي هلاحظ حاجتين مهمين جدا لازم اخد بالي منهم قبل ما اصدر النتائج الى الاكسل. اول حاجه هلاقيه، لو تفتكروا حضراتكم احنا كنا قلنا ان كان عندي كام assignment في المقرر ده، لو حضراتكم تفتكروا كانوا كام، حد فاكر؟ كانوا ستة، كانوا ستة، بس هنا لو حضراتكم عديتوا معايا هتلاقوهم كام واحد؟ سبعة. ليه سبعة؟ لأنه بيحسب الاختبار التجريبي اللي كان من غير درجات ضمن الأسايمنت، هو أنت عامل من غير درجات بس هو بيحسبه إن هو من ضمن الأسايمنت خلاص. بس في الحالة دي، ودي خطوة مهمة ودي تركة، يعني تسمح لي دكتورة نيفين إن أنا يعني أقول إن محدش هيسمعها إلا هنا في الإي ليرنينج كلاب، الالكسندريا اي ليرنينج كلاب 2020. شكرا. محدش يسمع حته ثانيه. احنا عارفين ان الجامعه طالبه مننا ان احنا نعمل جريدنج للطلبه ناجح وراسب بس، صح؟ صح. معظم الناس بتعمل ايه؟ بتعمل الامتحانات بتاعتها او الريبورتات بتاعتها بدرجات وتقول مثلا اللي يجيب 60% هينجح وخلاص، صح؟ مظبوط؟ صحيح. هنا لو حضراتكم بصيتوا هتلاقوا ان انا عامل ده في الاختبار التجريبي من غير درجات، يعني هنا في درجه من 50، دي هنا درجه من 5، هنا من 10. هنا بص حضراتكم محسوبه يا اما ان ترند ان يا اما ميسنج. ترند ان ناجح وميسنج ده ساقط من غير درجات خالص. خالص. طب احنا عملنا بقى بس اذا حضرتك دكتور محمد في حد فاتح المايك، فالدكتور حضرتك اقفلي المايكات وانا طيب دي وانا هفتحه تاني. اوكي حلو قوي، اتفضل يا دكتور. طيب ازاي نعمل دي؟ خلينا بقى عشان نضمن حضراتكم موجودين معانا لنهايه السيشن دي، هتبقى اخر حاجه تتقدم، شويه تشويق بقى طبعا. طيب خلينا دلوقتي احنا هنصدر النتائج بس بتاعت الاختبارات دي. ازاي هنصدر النتائج؟ محدش يقدر يصدر النتائج من الجريدز من هنا، يعني حضراتكم كل الناس بتعمل ايه؟ تقول لك هدوس على الترس ده وهلاقي ان انا ابعتها للاكسل. لا، لو دوست على الترس ده بختار حاجه مختلفه شويه. هنا في الجريدنج عندي حاجه اسمها جريدنج سيستم بتاع الجوجل كلاس روم. كل اللي عليا فقط ان انا هنا اختار اما ان انا بحسب توتال بوينتس او بحسب ويت باي كاتيجوري. يعني مثلا بقول له حط لي 50% من الدرجه على التقارير وحط لي 50% على الاساينمنتس وهكذا. ده ما يهمناش قوي. لكن او لو انت عايز تحسب توتال بوينتس ممكن تحسبها، والتوتال دي ممكن تبقى ويت او تبقى جاست كالكوليشن للتوتال وخلاص. ف
فمفيش حاجه هنا تفيدك قوي، يعني مش هتقدر تعمل تصدير من هنا. امال اصدر الدرجات منين؟ هدوس على اي حاجه درجات من الحاجات دي. يعني هنا هتلاقي العنوان بتاعها هايبر لينك، هنا هايبر لينك، هنا هايبر لينك. فلو دوست على اي واحده، اي واحده من السته دول اللي هم فيهم درجات، هتلاقي نفسك رحت على الاساينمنت نفسه اللي هو كان موجود فيه الدرجات من 10 او من 5 او او او. هنا في ترس، الترس الثاني ده اللي هو على الاساينمنت الواحد يعني، هلاقي فيه اوبشن ان انا كوبي اول جريدز تو جوجل شيتس. اول ما ادوس على الاوبشن ده هيبتدي ينقل كل درجات المقرر ده، كل الاكتيفيتيز، كل الاساينمنت على جوجل شيت. الجوجل شيت ده هو اونلاين، موجود فين مكانه؟ موجود على الجي درايف الخاص بي. طبعا العمليه دي بتاخد شويه وقت بسيط لان هو بيعمل شويه حاجات وبيكريت ملف ما هوش موجود، والملف ده بيبقى موجود على الجي درايف بتاعي. بس الملف ده مش هو الملف اللي انا هتعامل معاه. بص حضراتكم هنا مثلا، هنا حط لي الحاجات كلها، وخد بال حضرتك هنا مفيش ارقام لانه ستيل لودنج. وبعدين بعد ما بيخلص اللودنج بتاعه بيبتدي يستعرض لحضرتك البيانات. كتير من الزملاء بيبتدوا يشتغلوا على الملف ده بشكله الحالي. انا ما بنصحش ابدا انك تشتغل على الملف ده بشكله الحالي، وانما الصح بتاعها ان حضرتك تعمل فايل، تدوس على كلمه فايل وتختار داونلود، وتختار ان الفورمات اللي انت عايز تعملها داونلود هي الاكسل، مايكروسوفت اكسل، او فايل داونلود مايكروسوفت اكسل ببساطه قوي. وارجوكم لو انا سريع حد بس ينبهني، او دكتور نيفين تنبهني لو انا سريع اسرع من اللازم. طبعا عارفين وقت حضرتك، بس حضرتك لا لا لا، الاهم جوده الوصول المعلومه. شكرا. فانا لما ادوس كده على داونلود هيبتدي يسالني انت عايز الملف ده يروح فين، فهختار مثلا انه يروح الدوكيومنتس بتاعتي وهقول له سيف. اول ما ادوس سيف هينزل لي هنا الملف ده، ملف بقى اكسل اقدر اتعامل معاه بكل سهوله زي ما انا بتعامل مع الشغل بتاعي. يفضل لي حاجه مهمه، الملف ده مش هلاقي فيه الامتحانات، يعني الحاجات اللي انا عملتها امتحانات. لو حضراتكم طبعا اكيد فاكرين ان احنا عملنا تدريب كبير جدا على مساله الامتحانات، مش هلاقي الامتحانات هنا. طب هلاقي الامتحانات فين؟ انا هروح لفصل تاني انا كنت عامل فيه امتحان، ده مثلا ده كلاس انا كنت عامل فيه امتحان، هروح للكلاس كلاس ورك، هنا ده امتحان. طب ايه الفرق ما بين الاساينمنت وما بين الامتحان؟ مين يقدر يقول لي ليه هو ما حسبش الامتحان وما نزلوش ضمن الجريدز بتاعتي؟ وخليني افتح الامتحان اهو عشان تبقوا شايفين، اهو امتحان في جوجل فورم، والجوجل فورم فيها الاسئله. ليه دي عمري ما هشوفها ضمن الجريدز اللي انا حاططها؟ زي كده مثلا، زي ما انا شفت مثلا جريدز كده، مش هلاقي الامتحان ضمن دول ابدا. ليه؟ حد يقدر يقول لي؟ ده سؤال صعب يا دكتور، ده اختبار. ما عشان كده انا بساله، بس انتوا شاطرين. بس احنا قافلين المايكات فمش هيقدروا يردوا غير بالريتن. ما هو ممكن اللي يعرف يعمل ريز هاند او يكتب في الشات. تمام، حلو قوي. حد عارف الإجابة؟ ليه أنا مش هلاقي الدرجات بتاعت الامتحان ده أبداً جوه الجريدز؟ لا، مفيش حد عمل ريسنت. يمكن عشان مكتوب عليه بس الانفورميشن، مش أي حد هيشوفه يعني مش هيطلع عليه؟ لا لا لا، كل القصة يا جماعة عشان لو فهمنا المنظومة بشكل عميق يبقى الحكايات بتتربط ببعض، ودي يمكن اللي احنا بنحاول نحققه في السيشنز مع دكتورة نيفي، ان يبقى في فهم شامل للمنظومه مش بس شويه تكنيكس بيطبقها. ايه السبب؟ تعالوا بينا نشوف. لو انا دوست على الامتحان هنا، ده الامتحان، الامتحان بيفتح لي في جوجل فورم. الجوجل فورم دي سيبريت فايل، ما هياش جزء من جوجل كلاس روم. ولما بدوس هنا على خانه القلم بتاعت الامتحان ده هلاحظ حاجه مهمه، ان عندي الريسبونسز بتاعتي
هنا لو دوست عليها تبتدي يطلع لي كل الطلبة بتوعي والإجابات بتاعتهم. يعني أنا هنا حدوس على responses أهو، هلاقي بقى هنا الانسايتس بتاعتي، كل الطلبة جابوا إزاي، كل طالب جاب كام درجة من 40، كل سؤال اتجاوب صح كام مرة وغلط كام مرة، عشان أبتدي بعد كده أصلح الأسئلة بتاعتي، ولو في سؤال مشكلة ولا حاجة أستبعده وهكذا. فكل ده واضح عندي هنا. هنا بقى فوق شايفين حاجه الايكون دي، والايكونه دي انا كنت اتكلمت عليها الاسبوع اللي فات. الايكونه دي لوحدها لو دوست عليها كده هتصدر لي نتائج الامتحانات، كرييت ا نيو سيبريت شيت او الحقها بقى. هنا بقى اللعبه، لان كتير من الزملاء بيقول لك ايه، انا بيطلع لي نتائج الامتحانات اكسل منفصل عن الشيت بتاع الجريد. لا، ما ممكن اعمل ايه، بدل ما كرييت ا نيو سيبريت شيت ممكن اسلكت اكزيستنج سبريد شيت وحط النتائج دي جواه. يبقى انا هنقي السبريد شيت بتاع الجريدز ده وابتدي احط النتائج ايه جواه. طب الاقيه فين؟ ما هو موجود على الجي درايف بتاعي، فانا عارف هو موجود فين، فهدخل الفولدر بتاع المقرر واحطه على نفس الشيت بتاع الجريدز. انا كده ضفته على الجريدز. طب ليه ما اضفش بشكل آلي؟ لان يا جماعه نرجع تاني ونقول، هو انا واقف هنا فين؟ الصفحه دي فين؟ دي جوجل كلاس روم؟ بص معايا كده، لا ده مش جوجل كلاس روم، دي عباره عن فورم على الدرايف بتاعي. انا عملت لها اتاتشمنت اللي هو الامتحان، يعني الجوجل فورم بتاعت الامتحان دي ملف على الجي درايف بتاعي، انا عملت له اتاتشمنت على الامتحان، والطلبه بتخش عليها عشان تحل الامتحان. فهي مش جزء من جوجل كلاس روم، هي ملحقه عليه، فدرجاتها مش هتسمع معايا على الجريدز لوحدها. انا لازم ادوس هنا على create spreadsheet واختار، لو انا عايزها لوحدها هقول له create new spreadsheet خلاص، لو مش عايزها لوحدها هقول له select existing spreadsheet واسلكت spreadsheet من اللي موجودين عندي already على الجي درايف، اللي هو مثلا يكون spreadsheet بتاع الجريد بتاع الكلاس روم ده. يبقى انا كده في الحاله دي عملت merge للجريدز دي على spreadsheet بتاع المقرر. فيبقى السبريد شيت بتاع المقرر هيبقى فيه كل شيء بقى، هيبقى فيه الاساينمنت عادي وهيبقى فيه الامتحانات اللي انا بعملها. طيب خلينا نسم اب كل ده. في الاخر عملت ده في الاخر هيبقى عندنا اكسل ملف اكسل، واظن اول ما يبقى عندي ملف اكسل التعامل هيبقى سهل جدا، ما فيهوش اي مشكله. ومدام اهو هيبقى عندي بقى الاسامي بالايميلات بكل حاجه بالدرجات، وابتدي انا اتعامل بشكل طبيعي جدا واصلح بقى الدرجات وازود وانقص واحط واشيل واعمل المعادلات بتاعتي، وفي الاخر اطلع الدرجه النهائيه. والدرجه النهائيه دي بعد كده ممكن بإف فانكشن عاديه ان انا احولها الى ناجح وخلاص. يبقى طب احنا كده اتعلمنا نعمل ايه دلوقتي؟ اتعلمنا ازاي نصلح الاساينمنتس بتاعت الطلب ونحط لها ارقام، اتعلمنا يعني ايه جريدز وازاي ان احنا ننقل الجريدز دي كلها لسبريد شيت، وتعلمنا ازاي السبريد شيت اللي احنا انشاناه ده نحط عليه نتائج الامتحانات، وليه نتائج الامتحانات ما بتتحطش بشكل آلي. كده فاضل لنا حاجه مهمه جدا اللي هي الحاجه الثالثه، ازاي ان انا كل البيانات دي كلها احولها الى ناجح وراسب بشكل آلي من غير ما اتعب او يعني اتعب نفسي في الحكايه. ودي اللي كانت مرتبطه بفكره ان انا عندي تقرير قدمه لي الطلبه انا عملته من غير درجات وطلعت النتائج ترنت ان ومست بس من غير ما يطلع اي حاجه ثانيه. الحكايه دي بسيطه قوي يا جماعه، مش محتاجه مجهود، بالعكس دي ابسط من كل الحاجات اللي فاتت. انا هنا هفترض ان انا هروح على الكورس بتاعي وهروح على الكلاس ورك وهختار الاختبار التجريبي اللي انا عملته ده. الاختبار التجريبي اللي انا عملته ده لو دوست عليه كده هلاحظ حاجه مهمه، ان كل الاسئله اللي فيه بصوا حضراتكم احنا بنعمل ايه، كنا كل مره بنحط سؤال، يعني مثلا هنا بسال صح وسؤال صح وغلط، الوزن النوعي اللبن قد ايه، ده سؤال صح وغلط، المفروض الطالب هيجاوب ايه، يا صح يا غلط يا نعم يا. لو انا بصيت عملت كليك على السؤال هلاقي الاجابه الصح نعم، لكن الكي انسر لو دخلت على الكي انسر هلاقي السؤال ده بكام درجه، صفر.
كل الامتحان صفر، كل الامتحان صفر، مفيش سؤال جوه الامتحان له درجة. طب المطب ده لو انا طلعت كده لاول الامتحان هلاقي التوتال بوينتس الامتحان ده قد ايه؟ زيرو. طيب كده في حاجه مشكله عند جوجل. لما يجي جوجل فورم يفرغ لي النتائج بتاعه ال 386 طالب اللي دخلوا عملوا ريسبونسز على الامتحان ده، هيعمل ايه اذا كان كل النقط بصفر؟ هيطلع النتيجه ازاي؟ ولو بصيت على الريسبونسز كده مش هلاقي الانسايت، ما فيهاش الا حاجه واحده، يا صفر يا واحد، يعني ما فيش حاجه ثانيه. فهو بيعمل ايه بقى؟ هو بيحسب النقط اللي انت حطيتها في الامتحان، اللي بيجاوب النقط دي بيحط له ناجح اللي هي تيرن ان، اللي ما جاوبش النقط بيحط له ايه؟ ميسنج. خلاص، يبقى انت في الاخر لما هبص على السبريد شيت بتاعي اللي هو بتاع الامتحان ده مش هلاقي فيه درجات، هلاقي فيه ايه؟ يا اما ناجح اهو، ادي الطالب مثلا ولاء خالد محمد ابو طالب، لو مشيت بقى انا كده في الخانات لحد هنا مش هلاقي درجه، هلاقي تيرند ان او ماسك. وبكده بقيت انا حليت المشكله دي خلاص، هو هيطلع لي النتيجه من غير ما انا احتاج ان انا اعمل اي مجهود اضافي. طيب لو افترضنا ان انا ما حبيتش اعمل الطريقه دي، وانا هشتغل بشكل طبيعي جدا وهشتغل على اكسل شيت طبيعي، وعايز بعد كده الاكسل شيت يعمل لي هو النجاح والصائد، ده مساله اف فانكشن عاديه، بقول له مثلا للطالب اللي يجيب اكتر من درجه كذا اكتب له هنا ناجح، والطالب اللي يجيب اكتر من اقل من الدرجه دي اكتب له صائد، ويبتدي انت تعمل قطعت حضرتك دكتور محمد. بالنسبه لحضرتك الاف فانكشن دي سهله، بس بالنسبه للناس اللي طيب نعملها. ايوه نعملها. انا حاجه هنا مثلا هنا درجات، ف حاجه هنا في الخانه دي هقول مثلا حاله الطالب ناجح ولا صايد، هدوس على يعني من الاول خالص هقف على الخانه وادوس يساوي، وهكتب الانجلش تمام. فهنا هيطلع لي اف فانكشن، اهي الاف فانكشن دي، مجرد ما ادوس على الاف فانكشن هو بيطلع لي اللوجيك بتاعها اهو، انا مش هحتاج بقى اعمل حاجه ثانيه، انا هدوس على الفانكشن، فهو بيقول لي اف لوجيكال اكسبريشن كاما فاليو اف ترو وكاما فاليو اف فولس. فهنا هقول له اف الخانه دي تمام اكبر من او يساوي 5 مثلا. طيب لو هو ترو يعمل ايه؟ لو هو ترو هيكتب ايه؟ هيحط لي مثلا حرف اس كاما. طب لو هو مش ترو هيعمل ايه؟ هحط لي اف، اس فور سكسسفول واف فور فيل، وهقفل الفانكشن وادوس انتر بس. وتتكرر بقى دي مع هنا مثلا دي اس اهي اس تمام، وتبتدي تتكرر الخانه مع كل الايه؟ مع كل الحاجات يعني اللي عندي. طبعا هنا عشان الدرجه وحيده فهو بيحط لها درجه اس بس تمام. لو انا هحط بس في الاف فانكشن عشان بس اراجع دي، لو انا هحط في الاف فانكشن حروف ممكن احط اقواس تنصيص كده قبلها وبعدها عشان يبقى هو عارف ان ده تكست بالشكل ده، وادوس اف. طب اطبق دي على ده كله ازاي؟ مجرد ما ادوس على المربع ده كليك كده دبل كليك على المربع يعني على البوينت دي، او ان انا دراج الفانكشن دي على كل الطلبه، فهيبتدي تحسب لي تقول لي ده جايب 0 ده اف، ده جايب 5 ده اس، ده 5 ده اس، ده 0 ده اف، وهكذا. خلاص بقى عندي الطالب. طبعا مش لازم احط اف يا جماعه، يعني ممكن اكتب ناجح، ممكن اكتب سائد او راسب، يعني دي حاجه ترجع لي، خلينا نطبقها برضو عملي بحيث الزملاء يبقوا شافوها قدامهم بتتعمل ازاي، ونراجع الفانكشن من اولها لاخرها. شكرا. انا هدوس على اي مكان في الفانكشن، هنا الفانكشن مكتوبه هنا اف جي 17 اللي هي السيل اللي قدامها دي جي 17 ايكوال اور مور ذان 5. الطالب بدل ما اس مثلا ممكن اكتب اي حاجه، انا هتحول حتى للعربي واكتب ناجح. الاف دي بدل ما اكتب اف هقول راسب،
وادوس انتر. بس خلاص اهو انا هتحاول اهو هكرر بقى الفانكشن دي، دبل كليك هنا هتتكرر على كله او هسحبها وتتكرر على كله، فيبتدي بقى يكتب لي ناجح وراسب ناجح وراسب. طب نعمل لعبه كمان، نعمل لعبه كمان. شايفين حكم انا معلم الناجح والراسب، علمت الكلام كله. ف طبعا انا هنا لسه على الجريدز بس ما فيش مشكله في الفورمات، بس ده بقى هيبقى كونديشنال فورماتنج. فهقول له لو الخانه بتاعتي اللي هي الرينج ده فورمات سيل اف، هقول له ايه التكست كونتينز واحط له ناجح تمام او راسب، خلينا نراسب عشان تبقى اسهل، راسب تمام. طب انت عايز الفورمات يبقى ايه؟ هقول له اكتبها لي باللون الاحمر تمام كده دن اوكي خلاص. ده كده بقى كونديشنال فورمات لكلمه راسب. بص حقكم عمل ايه، كل الناجحين عادي والراسب محطوط لها ايه هايلايت باللون الايه الاحمر. بس هي التكرار بيعلم الشطار، ففي طلب كده دكتورة غادة صابر بتقول الحته الاخيره دي ممكن حضرتك تعملها، هم ممكن يشوفوها على اليوتيوب انا عارف. لا لا نعملها تاني دكتوره تحت امرك. طب ربنا يخليك. هنا هنعيد الاول خالص اول فانكشن من فضل. انا هاجي هنا انا عندي الدرجات هقول له اف انا يساوي اف انا هكتب بس بالانجلش سوري يساوي اف. طب اف ايه؟ ايه في الخانه دي؟ طب انت عايز ايه في الخانه دي؟ انا بس هتنقل فوق عشان تبقى اوضح. اف الخانه دي انا بشاور عليها سوري اف جي 6، جي 6 اللي هي الخانه دي اكبر من او تساوي 5 كما بين اقواس تنصيص ناجح. يعني ايه؟ لو الخانه اف 6 دي جي 6 5 او اكتر اكتب لي كلمه ناجح كما راسب. ايه في القوس يعني ايه كما راسب؟ يعني لو الفاليو دي مش ترو يعني اي حاله ثانيه غير الحاله دي اكتب كلمه راسب. وقفلت القوس اهي الفانكشن فوق، مجرد ما ادوس انتر هو بيكتب لي هنا راسب لان طالب جاب صفر. طب لو كررت ده كله على الخانات دي هيعمل ايه؟ هيعمل نفس يعني نفس العمليه. طيب انا كده عملت هايلايت للعمود او للحبه دول، عايز مثلا ان هو يعمل لي هايلايت على راسب دي بالاحمر عشان اسهل على زمايلي في الكنترول. طب هعمل دي ازاي؟ هعلم العمود بتاعي وهاجي من فورمات وهاجي هنا conditional formatting يعني تنسيق شرطي. في التنسيق الشرطي بيقول لي انت معلم المسافه من L6 L13، اقول له يس ممكن بقى هنا اغيرها. طيب انت عايز ايه؟ اقول له format cells F. F ايه بقى؟ F text contains لو التكست يحتوي على عباره معينه، العباره دي مثلا راسب. طبعا لازم اخلي بالي لو الالف عليها همزه مش هتفرق فلازم اخد بالي. طب الفورمات انت عايزه ايه؟ ممكن تبقى بولد مثلا هخليها بولد وهخليها اندرلايند وهخليها مثلا هايلايتد باللون الاحمر. خلاص؟ واقول دن. مجرد ما اقول دن هلاقي الخليه اللي انا كنت واقف عليها براسب بقت بالشكل ده. راسب معموله وناجح سابها بقى زي ما هو. طب انا عايز الون ناجح باللون الاحمر، مفيش مشكله بقى هتكرر نفس العمليه. انا هعلم كل العمود وهقول له مثلا فورماتنج كونديشنال فورماتنج وهختار ان انا اد نيو فورمات وهقول له لو السيل تكست كونتينز ناجح مثلا خلي الخط بس، يعني هو هنا بقى دي الخاله دي الخط بس مش هيعمل هايلايت، الخط يبقى باللون الاخضر وهي بولد. ممكن اغمق اللون عن كده عشان يظهر في الطباعه بشكل احسن. دن تمام بس خلاص هقفل اهو بقت ناجح مكتوبه باللون الاخضر وراسب اعمل لها هايلايت باللون
الاحمر والدنيا كده عندي سهل. الملف بقى ده لو انت بعته لزمايلك في الكنترول هيدعوا لك، والله العظيم هيدعوا لك، مش هيبقى عندهم اي مشكله انهم يشتغلوا عليه، لان هيبقى سهل جدا التعامل عليه، لان انت مسهل عليهم كل حاجه، انت عامل كل حاجه تقريبا. تمام. طيب تو سام اب اللي احنا عملناه النهارده، احنا اشتغلنا على ان احنا نصلح ازاي نصلح الاساينمنت، اشتغلنا على الامتحانات، اشتغلنا على الجريدز الجريدنج سيستم، اشتغلنا على تصدير كل الجريد بتاعتنا الى سبريد شيت، وازاي ان انا اداونلود السبريد شيت ده الى اكسل فايل، والاكسل فايل ده اشتغلنا شويه حاجات خفيفه عليه، ازاي ان انا اعمل له مثلا ناجح وراسب، واعمل كونديشنال فورماتنج للحاجات دي بايه فانكشن بسيطه وشويه معادلات بسيطه جدا. وفي النهايه ده النتيجه اهو النهائيه بتاعتنا، الملف اهو بيفتح، هيفتح عندي مشكله في الاكسل اهو فاتح، ولو انا اتحركت كده هلاقي بقى الدرجات بتاعت الطلبه وقصادها كمان الدرجات بتاعتهم اهو. انا هعمل كده دبل كليك خلاص، او اسحب الخانه دي على بقيه الحاجات، هتتحقق نفس المعادله دي على كل الحاجات دي. انيبل اديتنج. تمام. فده كان ملخص بسيط لعمليه اداره الدرجات بتاعه الطلاب، سواء على منصه جوجل كلاس روم او من خلال الجوجل فورمز، وازاي ان انا اتعاملت معاها لحد ما وصلتها على اكسل ينفع ابعته لشؤون الطلاب او للكنترول اذا كان هو ده الكنترول اللي عايزه. اخر حاجه قبل ما اسيب الفرصه لحضراتكم لو في اسئله، السؤال اللي انا اتسالته في بدايه الورشه، لو انا عندي طالب دخل مرتين، هنا مثلا عندي اسامي الطلبه والايميلات بتاعتهم، كل اللي هيحصل ان انا هلاقي نفس الاسم مكرر مرتين قصاده تو ايميلز، ساعتها بقى انا اخد القرار المناسب اذا كان حجم على الدرجات او هعتمد على واحد واسيب واحد وهكذا، لان كل حاجه هتبقى بالنسبه لي ايه واضحه. ده كان كل شيء مخطط لليوم، وانا تحت امركم لو في اي حاجه اضافيه تحت امركم. طبعا مش كتير قوي يا دكتور، شكرا لحضرتك وشكرا لكل المجهود اللي حضرتك عملته. هنا في بعض الاسئله بعد اذن حضرتك. اتفضلي يا دكتور. كانت دكتوره بتقول في دكاتره بتسال هل المنصه الجوجل تاني دلوقتي بتسال، احنا جاوبنا عليها في الاول، بس كانت دكتوره داليا تقريبا بتسال هل استخدام منصه جوجل دي هنشتغل بيها في الامتحان؟ فاحنا قلنا حضرتك اتفضل رد تاني يا دكتور بعد اذنك. حاضر. هو تسمح لي بس دكتوره نيفين ان انا هرد على سؤال كان جاي لي من دكتوره داليا تعلب. ايوه، ما هي داليا هي حالا، ما هي دي انا عارف، بس على البرايفت هي كانت سالت سؤال كمان، فانا هرد على الاثنين مع بعض. اولا تسمح لي دكتوره داليا ان انا اوضح حاجه، النظام ده مفيد اكتر في الاعداد الكبيره عن الاعداد الصغيره. يعني انا لو عندي 1000 طالب و2000 طالب و3000 طالب، ده الاعتماد الاكبر هيبقى على المنصه دي، وتبقى فايدتها اكبر بكتير جدا من الاعداد الصغيره دي. نمره واحد. السؤال الثاني اتفضلي يا دكتوره نيفين، ممكن حاجه تعديه مره ثانيه؟ اللي هو كانت دكتوره سهام القارح سالته، هو ان هل في ممكن دخول الجوجل كلاس روم بالايميلات الرسميه للجامعه؟ ينفع، مفيش اي مشكله، بس الطالب ياخد الايميل الرسمي ويروح على جوجل وينشئ جوجل اكونت بايميل الجامعه، فمفيش اي مشكله خالص. طيب في دكتورة إيمان حسن بتسأل could we apply the same session on MS forms؟ ما هو بس ممكن طبعا، يعني بس ال MS forms هي حاجات يعني كتير قوي، لو هنستخدم الاكسل فورم ماشي. تمام. كانت دكتورة كمان دكتورة روحية علي كانت بتقول بالنسبة للسيشنز السابقة، لأن هي أول مرة تحضر السيشن دي، فبنتهز فرصة أن أنا أجاوب برضو للجميع. إحنا هنا على اليوتيوب
حطينا كل السيشنز، ودكتور محمد جمعة ادى لالكساندريا اي ليرنينج كلاب الصلاحيه. حضرتك اتفضل يا دكتور وضح النقطه دي، ملكيه حق الفكريه، حق الملكيه الفكريه، اتفضل حضرتك. حاضر، يمكن انا هستغل بقى الفرصه دي ان احنا نشاور على السيشن اللي جايه اللي هتكون عن حقوق الملكيه الفكريه بالظبط، حقوق النشر. التعاون اللي موجود هنا يعني ما بيني وانا ليا الشرف مع دكتور نيفين، هنا في حقين، ودي فرصه ان احنا يعني نضرب المثال ده. التنظيم واداره الجلسات والدعوه ليها وانشاء الويب جروب او الفيسبوك جروب، وكمان تنظيم اللقاءات دي كلها، دي حقوق دكتوره نيفين. والجزء التقني او الجزء الفني اللي انا بقدمه فهي حقوق ملكيه فكريه ليا شخصيه. فانا بدي دكتوره، نقلت الدكتوره نيفين حقوق الطباعه والنشر للجزء ده على اليوتيوب شانل الخاصه بالنادي، وانا بعمل لايسنس من عندي، انا بنشر عندي فقط جزء مقتضب اللي هو الجزء التقني فقط عندي، لكن السيشن كامله اللي هو ال 60 دقيقه بقى كاملين او زي ما بيكونوا بيتنشروا كاملين على اليوتيوب شانل بتاع الدكتوره نيفين ثروت او بتاعه النادي، يعني اندر الكترونيك لايسنس ايشود باي يوتيوب. احنا عاوزين برضو ننبه ان احنا اتفقت مع الدكتور محمد وهو مشكورا ان في الكلام ده ابتديناه يوم 20 ابريل، لكن نرجع باسبوع قبل 20 ابريل كان يوم تقريبا 13 او 14 ابريل، عندنا كنا بنفكر في فكره السيشنز ان احنا يبقى عندنا سيشنز متتاليه، والدكتور محمد مشكور ان هو ادانا المخطط الجميل every month at 10 p.m. السيشن الجاي ان شاء الله هتبقى يوم 13 مايو عن حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطباعة والنشر. وانا بنتهز فرصة ان انا اشكر الدكتور محمد وبقول له شكرا جدا ان احنا متواصلين ويا حضرتك، وانضمت للمجموعة السيشنز والسلسلة. اقول لكم مفاجأة بنتهزها يا دكتور محمد، حضرتك وينا دكتورة دينا برضو عملت عناوين محاضرات قادمة، الفيديو التفاعلي ودوره في العملية التعليمية، استراتيجية الخرائط الذهنية في التعليم، توظيف تقنية الواقع المعزز في تعليم والتعلم، ونحو إدماج فعال للألعاب الجادة في منظومة التعليم. وحضراتكم بصفتكم أعضاء النهاردة في السلسلة مع دكتور محمد لكم الأسبقية في معرفة السيشنز اللي جاية، فأعلنت عليها دلوقتي. وبشكر دكتورة دينا الكردي مع دكتور محمد إن هم بيعملونا من وقتهم السيشنز، يعني أنا فعلا على استحياء بقول إن هو ده تطوع، وتطوع جميل، ويريد كلنا نعمل مبادرة زي دكتور محمد ودكتور دينا وباقي الأعضاء. طبعا شكر موصول دكتورة يسرية، دكتور محمد فوزي هنشوفه قريب برضو في سيشنز، دكتور ميسيس شيرين حسن، بنتنا ومترجمة العظيمة في البي اتش دي ستودنتس أمامة، فيعني عندنا كذا حد، ودكتور محمد ويلي من جامعة دمنهور، فكذا حد بيتطوع. فأنا تاني برجع وأقول شكرا، شكرا جدا، ومش عارفة ازاي أشكركم غير ان انتوا وجودكم ويانا بيدي أهمية للعمل اللي احنا بنعمله. دكتور محمد حضرتك تحب تختم في النهاية ولا ايه؟ ايه اخبار حضرتك؟ يا ريت والله. اولا انا عايز اشكر الحضور ان هم يعني ادونا من وقتهم وسابوا المسلسلات وجم لحد هنا، وده يعني كرم كبير جدا في الايام اللي احنا فيها دي ان الناس تسيب التلفزيون عشان ده يعني حاجه كبيره قوي. معرفش اهتماماتكم ايه النهارده. في اضافه ان وينا دكتوره فيبي، ويعني عضو جديد وينا، فاحنا سعداء جدا وجودها وينا النهارده لاول مره، غير ان هي جامعات مصر، يعني جامعه حلوان وجامعه عين شمس، جامعه القاهره اعضاء، وجامعه بورسعيد واسماعيليه اعضاء، وحلوان كمان مستديمين وينا، غير طلابنا اللي احنا بنشكرهم. اتفضل يا دكتور. ملحوظة تانية، يمكن ده ملحوظة اتكتبت على الشات من خلال دكتورة إيمان حسن عن البريد الجامعي، هو أنا بس ليا تعليق. في فرق ضخم جدا ما بين البريد الجامعي اللي هو @alexu.edu.ag وما بين خدمات أوفيس 365 اللي بتتوفرها مايكروسوفت لجامعة اسكندرية ضمن الاتفاقية التعاون ما بين
المجلس الأعلى للجامعات وشركة مايكروسوفت. فأنا شفت حتى إعلانات وبعض الزملاء بيتكلموا عن استخدامات البريد الجامعي في التعليم والاجتماعات والكلام ده كله. يا جماعة مش صحيح، ما فيش حاجة اسمها استخدامات البريد الجامعي في الكلام ده. البريد الجامعي هو بريد إلكتروني فقط، إنما إن الزملاء اللي ليهم بريد جامعي وأي زملاء تانية في الجامعة حتى اللي ما بيستخدموش البريد الجامعي بتاعهم ليهم أكاونت مايكروسوفت 365، وبالتالي مايكروسوفت 365 فيها أبليكيشنز كتير زي ما جوجل فيه أبليكيشنز كتير. فممكن حاجكم من خلال أكاونت 365 تستخدموا خدمات كتيرة جدا جدا جدا، سواء في التعلم أو في إدارة الامتحانات وغيره وغيره وغيره، حتى المقابلات اللي زي زوم كده وخلافه يعني. فأرجوكم بس ندقق القصة، لأن أنا شفت يعني كنت متضايق جدا الأسبوع اللي فات، ويمكن بشكر الدكتورة إيمان إنها فكرتني بالموضوع ده، أقوله إن زملاء أعزاء يقولوا استخدام الإيميل الجامعي، يعني يا جماعة طب أنتوا عارفين أنتوا بتقولوا إيه؟ يعني انتوا بتقولوا ايه؟ يعني مش ما ينفعش تقولوا الكلام ده خالص. الايميل الجامعي هو ايميل بس، ما بيعملش حاجه تانية، بيبعت رسائل وبيستقبل رسائل فقط. هو يمكن انما اللي هو استخدام هو الاكونت بتاع مايكروسوفت 365، الاوفيس 365. دكتور محمد ممكن اسال سؤال؟ مين بيسال؟ معلش بعد اذنك. انا دكتوره امنيه من جامعه حلوان. قسم ايه دكتوره امنيه؟ لغه فرنسيه. اهلا بحضرتك، اتفضلي بس يكون في دقيقه لان الدكتور محمد هيختم دلوقتي، اتفضلي. حاضر. انا كنت عايز اعرف بس يا دكتور لو سمحت، لو انا اديت هوم ورك للطلبه على جوجل كلاس روم، بيبقى فيه لو انا ظبطت ديو ديت بلاقي انه لو سلم متاخر بيقول لي ان هو سلم بس متاخر، هل ما فيش اوبشن ان انا اخلي ما حدش يعرف يسلم بعد الديو ديت؟ لا لا مش ممكن يا دكتور، حضرتك ما تقدريش تعملي ده الا لو انت عامله التسليم عن طريق جوجل فورم. يعني انت بتخليه يسلم على جوجل فورم، وفي الحاله دي جوجل فورم هتيجي على السيت اب بتاعها وتقولي له ستوب ريسيفينج ريسبونسز. لكن لو انت عامله الموضوع على جوجل كلاس روم كاساينمنت وهو بيابلود على الاساينمنت بتاعك، نو واي ان حضرتك تمنعي الليت ديليفري. مرسي دكتور، مرسي دكتورة أمنية للإضافة. تسمحوا لي أضيف هنا إضافة بعد إذنك دكتورة أمنية، بالنسبة للجوجل كلاس روم ما بيسمحش بهذه الإضافة إن إحنا نوقف الأسايمنتس، لكن المودل بلاتفورمز، وإن شاء الله اسمحوا لي أكون أنا بقى ساعتها ضيفة وياكو أعرض لكم، وطبعا يعني بعد إذن حضراتكم حكاية المودل ونستعرض مع بعض، لأن بشتغل بالمودل والكورسز على المودل بقالي 10 سنين، وادمينستريتور لمودل كنت زمان، كنت بشتغل في جامعة دمنهور، فكنت ادمينستريتور للبلاتفورم بتاعت جامعة دمنهور، وبشوف النهاردة اللغات التطبيقية، ان انا بقالي 10 سنين ادمينستريتور للمودل بلاتفورم بتاعت اللغات التطبيقية. وطبعا يحضرني دلوقتي دكتور محمد بالحاج، لسه داخل دلوقتي، وكنت اسيستنت وياه لثلاث دورات لتعليم اساتذة جامعة دمنهور، وانا كنت اسيستنت ليه عشان اكون مدرب محترف للمودل بلاتفورم. دكتور محمد حضرتك وينا؟ وزارة التعليم. لا حضرتك، انا بس محتاجة اكد على حاجة مهمة لو حضرتك بس معلش انا اسف، عايز استفسر عن حاجة بعد إذن حضرتك. كنا بنوجه الكلام للدكتور محمد بالحاج، لسه واصل دلوقتي من الجزائر وداخل ويانا. أوكي، فمسيو محمد بالحاج وزاتا بكنو وي، يمكن لسه ما خلش. طيب، لأن أنا شفت اسمه دلوقتي. حضرتك جالاكسي جي سات، مين حضرتك؟ تفضل عارف بنفسك. أنا طالب في كلية سياحة. سياحة في جامعة إيه؟ جامعة اسكندرية. اهلا بحضرتك يا فندم، اسم حضرتك ايه؟ أهلاً. اسمك اسمي عمر. حضرتك بعد كده بعد اذنك تبقى كاتب اسمك على بدل ما ندخل باسماء نيكنيم. اوكي، اتفضل استاذ عمر. انا كنت عايز بس استفسر ان انا على اللابتوب مش عارف ابعت الابحاث على جوجل كلاس روم، عشان انا الجيميل على التليفون مش باسمي، عشان ما يحصلش لخبطه، فانا مش عارف ابعت على الميلاب. ردينا عليه في اول الفيديو ده، مش كده يا دكتور محمد؟ وحيلاقي على الشانل اليوتيوب بتاعتي هيلاقي فيديو متخصص للطلبة بيقول له ازاي ترفع البحث او
تعمل الحاجات بتاعتك على طب يا دكتور الفيديو ده اسمه ايه او اخش اعمل سيرش عن ايه؟ هتلاقي اسمه دليل جوجل كلاس روم للطلاب، دليل استخدام جوجل كلاس روم للطلاب. تسمح لي يا دكتور ان انا اشاركه على الصفحه عندنا بعد اذن حضرتك؟ طبعا. طيب تمام. انا عشان وقت حضرتك انا عارفه الثمين، النهارده احنا لقائنا كان سريع وحضراتكم شرفتونا، ودكتور محمد عنده اجتماع هام فبس ما حبش يتاخر عننا ووجوده ويانا لاخر لحظه. شكرا دكتور محمد، شكرا للاعضاء، واتمنى اشوف حضراتكم على خير يوم الاربعاء مع دكتوره دينا الكردي وجينيا لي، وهنشتغل برضو في الاي ليرنينج. اهلا بحضراتكم، مع الف سلامه، دمتم. مع السلامه. مع السلامه. شكرا دكتور محمد.